أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الرجل وخرج منه دم أثناء الصلاة، إذا صلى الرجل وخرج منه دم أثناء الصلاة سواء كان خروجه عمدا أو غير عمد، فما حكم صلاته؟ وإن كانت الصلاة باطلة فما الحكم في صلواتي السابقة، هل أعيدها؟ إذا كان الدم يسيرا إنه لا يضر، أما إذا كان الدم كثيرا فالأخوط لك والخروج من الخلاف أن تنصرف وتعمل على إيقاف الدم ثم تتوضأ وتعيد الصلاة أو تبدأ الصلاة من جديد، هذا أبرأ لذمتك. أما ما مضى من الصلوات وهو كثير فلا يلزمك إعادته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.